قال كيف يواجه الشاب المسلم الفتن في الشوارع والجامعات ويحمي نفسه منها. والله سؤال صعب جدا، ودخل كثير من الناس يتابعوا المنتوج البشري حق الشيوعي، لأنه مما يلقى له جلسة فيها غنى وفيها اختلاط وباطل وكده، طوال يقوم يمشي مع الجماعة دي. أول حاجة أخواننا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وقد قص الله علينا في القرآن قصة يوسف عليه السلام، نبي كريم. وهذا النبي يوسف عليه السلام كان في بيت يعني سيده، وراودته عن نفسه امرأة البيت، فاعتصم بالله والتجأ إلى الله جل وعلا فعصمه الله سبحانه وتعالى. فالزول يا أخواننا أول حاجة يسأل الله ويدعو الله كثير بالهداية، وإن ويستعيذ بالله كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وشر سمعي وشر بصري وشر مني، دي كلها كان يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني يا أخواننا، الإنسان عليه أن يأخذ السبب الشرعي وهو الزواج، خاصة في الجامعات دي تتزوج، وربنا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، عرفتها؟ إذا ما قدرت، النبي عليه الصلاة والسلام دلك بالحديث الذي يحفظه كل الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا هو الأفضل. قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، تصوم، صمت ولسه شهوتك فيه، تنشغل بالخير أو بالمباح، تشتغل بقرايتك، تمشي تشتغل تجيب قروش لروحك، تمشي تجوك طاقتك دي تنزلها بالجكة ترفع حديد، المهم طاقتك دي لابد تكون شنو مستعملة في الخير أو فيما يعود عليك بالخير. أمشي خش عليك كورسات تقوي لغة إنجليزية، عرفتها؟ أو أي حاجة يعني تنشغل بالخير. أما يا أخواننا الإنسان إذا بقى فارغ وتبعد من ال 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 الوسائل بتاعت الواتساب دي والجروبات السيئة، لأنه في ناس أنت تكون بعيد وبعيد من البنات وبتجي المحاضرة وتمرك طوالي تمشي، لكن معك موبايل، موبايل يكون فيه صور ومواقع ومصائب، فالإنسان يقع في عبودية الشهوات ويضيع دينه، زي ما ربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شنو الشهوات. العلماء قالوا قرن إضاعة الصلاة مع اتباع شنو الشهوات، عرفتها؟ وده يدل على إنه أداء الصلوات والعبادات يبعد الإنسان عن الشر وعن يعني أسباب الشر. كذلك أخوانا الإنسان يعمل بالأسباب الشرعية، تغض البصر ويعني تبعد من المصافحة وتبعد من شنو من السماع للحرام زي الغنى، لأنه ده بهيج غريزة الإنسان. وإنت زول شاب وما فيك يعني ما إنسان يكون ما عنده زوجة ما مزوج كويس وغريزته قوية، فده إذا سمع الغناء الذي فيه تهيج الشهوات ما في حاجة يسمع ده غنى حقيبة. واحد يقول لك والله غنى الغنى في الزمن ده بقى كعب، أها ماله ناس شنو كده ما عارف ليك قلبي ودقاته وين على أبوك ذاته، يقولوا ده قالوا ده بتاع قلة أدب، ناس فاطمة سفنجات ومين كده خور وهوس، يقول لك ده قال أدب. أها بتسمع منه؟ يقول لك نحن مع ناس عم عبد الرحيم وبعد شوية سكت المركب وكل الناس اثنين اثنين، ما اثنين اثنين ثلاثة، عرفتها؟ لأنه في الشيطان قاعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا وكان شنو الشيطان ثالثهما. وعمر بن عبد العزيز قال لا تخلون بامرأة ولو كانت مريم ابنة عمران ولو كنت تحفظها القرآن. شوف الكلام ده كيف، لأن أخواننا ما في راجل إلا وعنده شهوة تجاه النساء. الشهوة في أصلها ما حرام يا أخوان، لأنه ده شيء ربنا غرزه فيك وده سبب في استمرار البشر والخلق والإنسانية، لكن الحرام إنه الإنسان يا أخواننا ما يضبط بضوابط الشرع، يخلي شغلته هاي ساكت، عرفتها؟ فالإنسان يا أخواننا إذا استرسل مع الشهوات ومع الأغاني ومع التأجيج بتاع الغرائز بيتورط. وأوعك تسمع كلام الجبهجية يقول لك طبعا هناك غناء ظريف، وفي انتوا الجبهجية عندكم زول بوصف الراجل يبكر عينه مشققات يجيد بالسفنجات المقطعة، حصل لقاك
وفي واحد بيقول يعني هسه لو لقيت لك حفله بيتغزل في راجل زي ده يا بشعر منكوش يا بجلابته مرقعه، لو لقيت لك غنيه زي دي بتلقى فوق، خليك من تلقى فيها مره، بتلقى فيها عشوشه، عشوشه بتلقاها قاعده، ما هفضل بيجي يحضر لك كلام زي ده. يبقى اثاره الشهوات يا اخواننا الانسان يبعد منها بعيد، كذلك الاختلاط، الاختلاط الانسان يبعد بعيد من الاختلاط، لانه ده من 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 اعظم طرق الشيطان، وهو البوابه العظيمه للوقوع في الزنا والشر. فالانسان يبعد من الاختلاط. ولو انت في واحده اعجبتك في جامعه ولا في غير جامعه، طوال امشي قول لها بنت الحلال اديني رقم ابوك، ما في حاجه والله اخوان. وده الزول الراجل الكلس والزول الدائره العفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه كان حقا على الله عونهم ومنهم الناكح يريد العفاف. زول الدار يتزوج وزول ما بيلعب باعراض الناس، لانه ما بيرضى يلعبوا له باخته، لانه اللي بتلقاه عامل فوق شفت هنا وجبهه ديمقراطيه وكده، هناك في واحدين عندهم منتوج بشري مع اختك، والله ما ده ما دين تقيل ادبك هناك بينجموك بغادي تتنجم. عشان كده طوالي تمشي تدق الباب يا عم فلان، والله انا داير بيتك على القران والسنه، انا حالتي كيت كيت كيت، خليه يعقد لك، بعد ما يعقد لك بعد ذاك انت يتكلم معاه ويتونس واخلط، زول سالك ما في، لكن انت ما عقد اللي عليك دار تجي دار تجي تباري وتدبرك. انت ما سمعت العواليق الشيوعيين قالوا شنو؟ ما دارين يخشوهم مش كويس، قالوا كلام سيء وانا بقوله والكلام ده شين، لكن بقوله عشان الناس تحذرهم يا اخوان. وبرضو عندهم المستغلين كلام سيء زيهم، قالوهم ونحن بننقله زي ما القران نقل اقوال كفريه واقوال فسقيه ورد عليها. عشان كده العلماء قالوا ناقل الكفر لا يكفر وناقل الفسق لا يفسق. المستغلين اللي هم مرافد الشيوعيين قالوا التحيه لستات العرقي، طبعا اي زول بيحيي الزباين بتاعنا، احنا بنحيي بتاعنا اللبن وكده، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا شرب او اكل طعاما قال الحمد لله اللهم يعني ارزقنا خيرا منه الا اللبن، يقول اللهم زدنا منه. المهم فديل قالوا التحيه لبائعه المريسه التي تمارس بالليل الدعاره وتنجب اولاد الحرام فنحن ابناء الحرام. والله الكلام ده انا سمعته مرتين، مره في النيلين غانون ومره في السودان الغربي. انا قلت لهم يا اخواننا زول ابوه يتزوج والدته ويشهر الزواج واهله فرحانين وجابوه وضبحوا له خروفين عرفته ودخلوا الروضه والمدرسه ودفعوا عليه وتعبوا عليه، وبعد ما خش الجامعه ود حلال تب يمشي يخش حزب يبقى ود حرام. دي الجامعات السودانيه؟ تقال الكلام ده وين؟ الشيوعيين قالوا قال والدبرك لما ضاجع كل بنات الطير، قال ما كان نفسه يمتع نفسه، قصده يمتع نفسه يكون صعلوك، كان قصده نبيل شريف يملى الدنيا طيور واغاني. عشان كده انت ما تتحير من والله نحن مع الطيور، دار يبقى مع الدبرك الشيوعي. كلام ده شين يا شيوعي؟ فرصه مفتوحه للمداخلات شيوعي، خش يا شيوعي، في شيوعي ما بيقدر يخش بيعمل كابتن لابد، فرصه مفتوحه شيوعي فيه. فزول يا اخواننا يبعد من المعاصي دي. وراجل بقت جنبه مره، راجل بقت جنبه مره، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. فزول يا اخواننا يمشي بالطريق العديل. وبرضه رساله لاخواتنا اللي بنخاف عليهم، الزول يا اخواننا الزول العادي ما يسال روحه، يقول لك الناس زي المشددين. انت ما كذا شوف هل الكلام ده دين ولا تشدد؟ يعني اللي بيوديني انا كزول شاب زيك، البوديني انه احجر على روحي لو الكلام ده حلال، انه اخلي الخلق واخلي الحنك وقله الادب والرقيص والنطيط والحفلات واجي ابعد بعيد شنو يعني؟ ما فيني شهوه، ما شاب، ما بعرف الكلام ده، معزول من المجتمع. لكن يا اخواننا ده الدين بيقول لك كده، وده السبيل الصحيح للانسان انه يقضي شهوته في الحلال. البيت ذاته لو مشت اتورطت مع واحد وغشاه مما شفت قلبي فرفر والشمس خدرت، وهو كذاب ساكت مجرم دار يقضي معاه زمن عرفته، وبعد شويه ماشي معاه وكده ويقعوا في المعاصي والزنا والعياذ بالله، وتلقاهم في الجامعه ماشيين يقول لك دي مثبته فلان، صح ولا ما صح؟ اي ده موجود مش في جامعاتكم دي، في غالب الجامعات المختلطه او كل الجامعات المختلطه، ويمشي معاه باعتبار انها مرته عديل، اي حاجه بيعملوها الزوجين في البيت هم بيعملوها، ويغشها يقول لها ان شاء الله لما اتخرج بعرسك، بعد ما يرجع لاهله
أمه تزوج لها بنت عمه، ويقوم يرسل للمسكينة ديك يقول لها طبعا كنا في الجامعة وكنا في السكة نميت، ولكن تلك الحاجة الانكفائية ذات التفكير القطعي أحادي الجانب. يا زول انت عندك إشارة دار ترسلها عرفتها، وانبسغت وقالت انه اتزوج بنت عمك، ذا قدح كفر سيستم عرفتها. وداك وده طوالي يقول لها ولن ننسى تلك الايام وكذا ومعليش، والموضوع انتهى قسمه ونصيب. ما ده قلنا لك من هنا ديك طوالي تمسك البتاع وتكورك عوع وانا بعد النجوم وما بعد النجوم. وبعد شويه واحده تقول لها صاحبتها، طبعا ديك بتكون جمداله قديمه، تقول لها اكتبي لي قودوني الى النور الاخت بنت وهب من المعذبة ألف نون هاء، دي نمرة عربية دي عرفتها. لن ننسى تلك الأيام وكذا، ودا غشاني وكنا ماشيين في السكة نميت ولازم لقينا آخرة، وانبسغت وأم الدغمائية التي لا تفهم تلك العلاقة الجانبية، وانبسغت الأخت بنت وهب غدوني إلى النور، ديك تغود إلى الظلام، تقول لها هذه التجربة الأولى وعليك بالتجربة الثانية، وماشيين في السكة نميت ولسه السكة ما انتهت. يا ناس ده هو الساكت، دي قلة أدب. كلاب والله لو جابوا الشيوعي ما يلف، خليكي مني انت عرفتي، كلاب من الانس وكلاب من الجن وكلاب من الكلاب عرفتها. فنحن والله الكلام ده بنقوله حفاظا على اعراض المسلمين، لانه ربنا قال ان الذين يحبون، مش بينشروا الفاحشه، يحبون ساي بمجرد قلب محبه التي تنافي الرجال والشهامه. يا على الله لو البت دي لو لقيتها في اي محله تقيف معاها ولا تسافه عشان تنتهك اعراض، ودي لابد نقولها، لانه اخواننا في الجامعات للاسف الشديد بقت في شبكات. والله نحن مشينا جامعات انا ما دار اسميها، ما دار اسميها، والله واحد قال لي ربنا يتوب علي انا كنت من الناس اللي بيمشوا ويرفعوا البنات ديل ويمارسوا معهم، شبكات شغاله، الناس قايلين الموضوع صفقه وناس يتلموا ونبزنا الكيزان وجينا راجعين، الموضوع ما كده، شبكات خراب في الجامعات، شغل بتاع نشر مخدرات، ها انتهاك بتاع اعراض، والبنت لما ينتهكوا عرضها زي ما قالوا تنكس الرؤوس العاليه وترغم الانوف الشامخه. بنت كانت ابوها يهز ويرز مما يجيبوا له، يقول له بنتك في الجامعه ما شايفها بتعمل شنو؟ ثاني ما بيفتح خشمه، ما بيقدر يفتح خشمه، والولد ده عمل له مصيبه بعد يومين ثاني بيعرسوا له، يقول لك ما في النهايه ولد، لكن البنت كيف؟ البيجي على منه. وفي واحدة يغشوها يقول لها والله، يقول لك كلامك صح، البيت يغشوها يقول لها صح الناس ذي كلامهم صح، لكن انت لو لبستي حجاب تمام وبعدتي من الاولاد ما بتعرسي، العرس رزق، العرس رزق، وربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو ربنا سبحانه وتعالى ما كاتب لك الرزق لو خلطت الجامعة دي كلها ما بتتزوجي، والله ما بتتزوجي، تبقي زي دي قالت انا رافضه مؤسسه الزواج. انت عارف رافضه المؤسسه معناها شنو؟ يعني زواج وراجل يتقدم ويكون عندي راجل واحد، دي ما دايره، انت فاهم الموضوع؟ المؤسسه معناها شنو؟ دي دايره منتوج عجيب ذاته، منتوجات دي دايره، ديل ده دايرين شيوعيين الوسخ، الدارين شيوعيين في البلد دي، يا شيوعيين كلامنا ده شين كعب ما صح، ده ما دينكم، ده ما منهجكم، فرصه مفتوحه عليكم، ما بتجوا خشين شيخ احمد شيخ مزمل